السلام عليكم ابطال الشطار الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. طبعا احنا كل يوم بنروح المدرسه وبنقعد ناخد دروس كتير ومواد كتير ومستغربين، يعني احنا يا ترى بندرس كل ده ليه؟ ايه الهدف منه؟ انا بقى جيت النهارده عشان اقول لك ايه فايده المواد الدراسيه اللي احنا بناخدها. عنوان حلقتنا النهارده The importance of subjects you study، ايه هي الأهمية بتاعة المواد الدراسية اللي أنت بتدرسها في المدرسة. هي مهمة؟ أكيد طبعا، هي اللي بتأهلك بعد كده إن أنت تشتغل في وظائف معينة. ركز معايا علشان تعرف. أول مادة عندنا اللي هي التكنولوجي اللي بنسميها دلوقتي الآي سي تي، معظم الطلبة اللي موجودين معانا بالذات في جريد 4 بياخدوها. طيب التكنولوجي بتساعدنا إن احنا نعمل إيه؟ help us to use computers، بتساعدنا إن احنا نتعامل مع الكمبيوترز بكل سهولة. تاني مادة معايا اللي هي social studies اللي هي الدراسات الاجتماعية، ودي مهمة جدا عشان بتساعدنا to know the history of our ancestors، يعني نعرف تاريخ أجدادنا. يلا نكمل الماث. الماث يا أولاد اللي هي الرياضيات طبعا انتوا عارفينها، خلي بالكم دي مهمة جدا في أي حاجة انت بتروح تشتري أو تبيع، لازم تعرف تحسب كويس جدا الماني اللي انت بتدفعه واللي انت بتاخده والباقي والكلام ده، ضروري جدا. يبقى help us count the money، بتساعدنا ان احنا نحسب الاموال. اما بقى sciences او العلوم، help us study plants and animals، بتساعدنا ان احنا ندرس الحيوانات والنباتات. طيب عايزة بقى كل واحد فيكم يقول لي ايه هي ال favorite subject ليه. My favorite subject is A. انا عارفة ان في كمان subjects تانية اللي هي ليها علاقة بال languages اللي هي اللغات زي ال Arabic وال English وممكن اللي بياخد German او عليها دويتش احيانا، وات ايفر، يعني انت بتاخد ايه كلغه تانيه. اللغات برضو مهمه بالذات لو هتتعامل مع حد اجنبي، واكيد اكيد اللغه العربيه دي يعني من اللغات المهمه جدا. طيب يلا نكمل. صاحبتنا نور زارت عمها وعمتها، تعالوا نشوف عملت ايه. بتقول I visited my aunt and uncle at their place of work، زرتهم في مكان عملهم. I went to my aunt's shop، رحت محل عمتي where she sells clothes، مكان ما بتبيع ملابس، to customer يعني للزبائن. She knows how much money they will spend on buying clothes، يعني هي عارفة هما بيدفعوا قد ايه، يعني تسألهم هتدفعوا قد ايه وتروح بسرعة تشوف كده ايه هي الحاجة المناسبة. She comes with the right clothes. طيب she is calculating the cost in her mind، وبعدين تحسب كده التكلفة كلها كام وتقول لهم مثلا تكلفة اللبس ده قد كذا. ده كده مامت، ده كده عمك نور. نور كده شغاله في الكلوزنج وشغاله، والمفروض ان هي بتحسب كويس، يعني شاطره في الايه في الماث. تعالوا كده نكمل. Next I went to my uncle's job، رحت بعد كده لشغل عمي. He is an IT systems engineer، يعني مهندس IT system engineer، مهندس يعني تقني في اللي هي ليها علاقه بالكمبيوترز والاجهزه وتوصيلاتها. يعني He knows a lot about how computers work، عارف كتير جدا عن ازاي الكمبيوتر بيشتغل. He listens to workers، بيستمع طبعا للناس اللي جايين طالبين منه حاجة. Describe يعني بيوصفوا له مثلا هم عايزين ايه في شغلهم في الشركة بتاعتهم. What they need computers to do، يعني عايزين الكمبيوتر ده لإيه وإيه طبيعة الشغل. He researches، بيبحث كده. And chooses computer programs that can help، وبيدور على برامج في الكمبيوتر تساعدهم. He installs new programs، وبيبتدي يسطب أو يشغل يعني برامج جديدة. And manages them when something goes wrong، ويبتدي يعالج أي مشاكل تحصل. He writes reports، بيكتب تقارير to the owners لأصحاب الشركات of the company to keep them informed، عشان يبقوا عارفين كل حاجة بتحصل أول بأول. تعالوا كده نكمل كده ونشوف إيه الأسئلة اللي جاية على القصة دي أو الستوري. هنصنف كده الكلام ده، بيقول complete، اللي مسؤول عن writing reports for companies ده مين؟ اللي شغال في الكلوزز شوب ولا اللي شغال في الاي تي سيستمز؟ اكيد اكيد اللي شغال في الاي تي سيستمز. يبقى نكتب كده writing reports. يلا نكمل. طيب اللي بيعمل choose the computers for company، اللي بيختار الكمبيوترز ده شغال في الكلوز شوب ولا في الاي تي سيستمز؟ اكيد شغال في الاي تي سيستمز، يبقى برضو choose the computers. طب نكمل. selling clothes to others، بيبيع الملابس للناس التانية، يبقى working in clothes shop، يبقى selling clothes. أما calculating the cost of clothes، اللي بيحسب التكلفة بتاعة الملابس، أكيد برضو شغال في clothes
شوف يبقى calculating the cost يعني تكلفة of crew. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، متنسوش ان شاء الله الحلقة الجاية هنحل تمارين، اوعوا تفوتوا، اشوفكم على خير.